السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مبرمج أحمد محمدي. حلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة تطبيقات ويب كور باستخدام ASP.NET ويب كور. والنهاردة توبيك أخيرة من توبيكس الليفل بتاعنا، اللي هو ليفل الانترميديت أو ليفل المتوسط أو ممكن نسميه المتقدم مش الاحترافي طبعا، وحلقة الإيميل كونفرميشن. فخليكوا معنا. بيحصل لك وانت بتسجل في اي موقع ان هو بيبعت لك ايميل على الايميل بتاعك وبيقول لك اضغط على اللينك ديت عشان خاطر نعمل لك ريجستريشن او نعمل لك تسجيل في الموقع بتاعنا، ماشي؟ وعشان نكونفيرم الايميل دوت، بيتعمل الموضوع دوت عشان يتاكدوا ان الايميل المستخدم في التسجيل مش ايميل فيك، تمام كده؟ احنا كنا جينا هنا في الايدنتيتي في البيجز ورحنا في الاكاونت وفي الريجستر، ماشي؟ وضفنا حاجه بسيطه كده بوظنا بيها اهو الايميل كونفيرميشن وخلينا ترو على طول، بحيث ان هو ليه الايميل على طول معمول له ايه ترو وانت بتكونفيرم الايميل، اوكي؟ لكن لما نلغيها كده اليوزر ايميل كونفيرم، ساعتها هو هيجي لو سجلت اي يوزر هيضطر ان هو يبعت لك رساله ان هو انت لازم تعمل كونفيرم للايميل بتاعك. طيب لو رحنا للبروجرام دوت سي اس هنلاقي في اوبشن كده اسمه ريكواير كونفيرم اكاونت، اوكي؟ الاوبشن دوت لو انت اديته فولس، ماشي، ساعتها الاوبشن ده كده هو مش هيريكوايرد ان انت تريجستر ايميل من غير الحركه اللي احنا كنا عاملينها ديت، اوكي؟ لكن طبعا كسيكيورتي وايز وعشان تضمن ان اللي بيدخل عندك هو يوزر حقيقي لازم تكون دي بترو. طب تعالى قبل اي كل حاجة ان احنا نرن كده ونشوف الوضع عامل ازاي. خلاص احنا لغينا اليوزر بتاعنا اللي هو اليوزر confirmed ايميل على طول هيبقى فولس، ماشي؟ وهنيجي هنا نعمل لوج اوت ونعمل register new user وندي اي يوزر مثلا باي ايميل فيك وندخل باسورد، ماشي، وتليفون اي تليفون ونعمل ريجستر. ساعتها هتلاقيه بيقول لك ايه this app does not currently have a real mail sender request see this document، ما عرفش ايه. المهم يقول لك normally it will be emailed click here to confirm your account، لو انت عاوز تكونفيرم الاكونت بتاعك اضغط هنا، ماشي؟ فلما نضغط هنا بيقول لك thank you for confirm email ويعمل لك email confirmation للايميل. طب لو جيت اعمل login ودخلت باليوزر بتاعي اللي لسه ضايفه دلوقتي دوت، ماشي، عملت login هيليني دخلت على طول. الله، يعني انا ممكن له اكونفيرم على طول؟ طبعا ده مش مظبوط انك انت تكونفيرم، لا مش مظبوط. الحل ان احنا نرجع كده اهوت، نقفل الشاشه دي كده وهنروح على صفحه اسمها ريجستر كونفيرميشن اهيت، وهتلاقيه حاطط لك اف هنا معرفش ايه الموديل دوت لينك ويبعت لك اللينك على الصفحه بتاعتك. لا انا مش عايز كده، انا عايز على طول اول ما حد يخش كنترول سي سوري كنترول زد، خد لي الباراجراف ده كده كنترول اكس وحطه لي مكان الاف ستيتمنت دي. انا عايز في كل حاله لما حد يدخل عليا اقول له بليز تشيك يور ايميل تو كونفيرم يور اكاونت، ماشي؟ الرساله الاولانيه دي ملهاش اي لعب معنا، دي معموله فور تيستنج بس، ماشي؟ لكن الشغل الحقيقي انت لازم تلغي الرساله ديت وتخليه ان هو ايه بيبعت الايميل على الايميل بتاعه، يبعت اللي هو اللينك بتاعه الريجستريشن او الكونفيرم ريجستريشن على الايميل بتاعه. طب تعال نشوف هنبعت اللينك دي ازاي. لو رحنا كده على صفحه الريجستر بصينا كده فوق هتلاقي في حاجه اسمها اي ايميل سندر. الايميل سندر ده عباره عن سيرفيس، ماشي، انت بتحط فيها الايميل بتاعك، ماشي، وبعد كده بتعمل لها انجكت في الايدنتيتي. بعد ما بتعمل لها انجكت في الايدنتيتي هو هنا بيقوم جايب بياخد ان هو ايه يبعتها لك سند ايميل اسينكرونايز اهوت لليوزر اللي بيدخل الايميل بتاعه، بحيث ان هو لو دخل ايميل غلط هو اللي مش عارف يسجل في السيستم، لازم يدخل ايميل صحيح، ايميل توصل عليه رساله الكونفيرميشن ويقدر ان هو يسجل فيها في السيستم بتاعك. طب تعالوا نكتب الكود بتاع الايميل سندر دوت. بمنتهى البساطه هنضيف السيرفيس ديت في السيستم عندنا، ممكن برضو نضيفها في الموديل او نضيفها في فولدر تاني، انت حر يعني تسميه سيرفيسز او وات ايفر او اي حاجه. وهنعمل هنا اد ونعمل كلاس ونسمي الكلاس ده مثلا سي ال اس مثلا ايميل كون فيرم، ماشي، وندوس اد. الايميل كونفيرم ده طبعا عشان نعمل له انجكت لازم هنا لو رحنا صفحه ريجستريشن اهو هنبدا نضيفه
نخليه implement ال i email sender اهو، هنقول له implement ال i email sender ماشي، وهنا كده هنقول له هنا implement interface اللي هو ايه send email asynchronize. اوكي كده عشان نبدا نكتب الكود هنا، وكل اللي انت محتاجه تبعت له ايميل وسبجكت و اتش تي ام ال مسج، ويتش ده اللي بيحصل فعلا في السيستم ايه بتاعنا. تعالوا بقى دلوقتي نكتب الكود بتاعنا، هنقول له هنا نقول هنا var مثلا هنا اف ميل الايميل اللي هيتبعت منه، وممكن نبعت الايميل المفروض انت بتتبعت منه، وهنا var هنا الاف باسورد الباسورد اللي بيتبعت ليها ماشي، وهنا هنا المسج بتاعتي هقوله هنا نيو هنا ميل مسج ماشي المسج بتاعي، وهبدا بقى اقول له هنا المسج بتاعتي دوت فروم، وهبعت له الايميل اللي هبعت منه، هيبقى هنا نيو ميل ادرس وهنا اف ميل اوكي، وهنا نبدا نبعت له هنا السبجكت، يبقى هنا زي مسج دوت سبجكت هتساوي هنبعت له هنا ايه السبجكت اللي جاي اساسا اللي هو عنوان الرساله بتاعنا، وهنا هنا زي مسج دوت سوري دوت تو وهنا دوت اد مسج، ونبعت له هنا الايميل اللي هيتبعت له الرساله اللي هو في الحاله ديت هيبقى ايميل الشخص اللي متسجله معاه رساله، وهنا the message dot body ماشي هيساوي، ممكن تكتب المسج جوه html tag وممكن تكتبها حره كده اهوت وتقول له ان دوت body مش html، بس انا شخصيا بفضل اكتبها بالطريقه ديت داخل html tag وقول له هنا html وهنا body وكده اهوت، ممكن نكبرهم تاني كنترول سي كنترول في بحيث نقفل ايه التاجات، طبعا البودي هنا جوه ال html ماشي، وهنا نفتح قوسين ونحط فيهم هنا ايه html ايه message اوكي، ونقفل كده ونقول له هنا هنا the message dot is body html هيساوي هنا false، وبعد كده هبدأ اعمل هنا ال SMTP client بتاعي اللي هيبقى نعمل هنا new SMTP sorry MTP client، وهنا نبدأ نبعت له ايه الهوست بتاعنا اللي هو كل بقى ميل بروفايدر بيبقى له حاجة اسمها STB SMTP client، وال SMTP client دوت هو اللي بيستخدم في بعت الايميلات ماشي، فانت هتشوف الايميل بتاعك نوعه ايه، انا مثلا بستخدم ايميل من اوتلوك بستخدم ايميل من حاجه قديمه اسمها هوت ميل بيبقى ليها ارقام، انت ممكن تستخدم حاجه من ياهو مثلا او ميل بروفايدر خاص بالشركه بتاعتك، فبتطلب من السبورت بتاع الشركه تقول له لو سمحت اديني الاس ام تي بي سيرفر بتاعي، هو هيديك الاس ام تي بي ميل وتبدا ايه تبعت عليه، وطبعا في حاجه اسمها السندر بورت وهو بينيبل اس اس ال ولا لا، كل الحاجات هتاخدها معلومات من السبورت بتاع الشركه بتاعتك، او لو انت بتستخدم بروفايدر ميل معين فدخل اسم الميل بتاعك هوت ميل على ياهو مثلا وقول له عاوز الاس ام تي بي انفورميشن بتاعه ايه الميل ده، زي ما انتوا شايفين اهو عملت سيرش على الهوت ميل اس ام تي بي سيتنجز وقال لي ان هو سكيورتي ستارت ليس يعني بيستخدم اس اس ال عادي ماشي، والبورت بتاعه 578 ماشي، والسيرفر بتاعه هو ده، هناخده هو كوبي ماشي ونحطه، هو حد ياخد الدوت ديت، انا عارف ناس هتبعت لي رسائل بعد كده تقول انا خدت انا بكتب زيك بالظبط وبيديني ايرور، فهيلاقي ان هو واخد الدوت دي معاه، طب تاخد اسم السيرفر بس ماشي، وبعد كده هنقول له ان ال انيبل اس اس ال هيساوي ترو، والكريدنشال اللي هو النتورك كريدنشال هيساوي نيو نتورك كريدنشال، ونبعت له الفروم ميل والفروم باسورد عشان يلوجن على النتورك، وبعد كده هنبعت له هنا البورت اللي كان 587 587 اوكي، وبكده يبقى احنا ايه عملنا ران او عملنا انيشلايز للاس ام تي بي كلاينت
ايه بتاعنا. اخر حاجه هقول له هنا smtbclient.send وابعت له ايه المسج ايه بتاعتي. اوكي انا ده كل اللي هعمله. ماشي. وهنا في مشكله هو شايف ان هو ده تاسك، فممكن نستخدم هنا ايه السينكرونايز عشان ايه علامه الايرور ايه تروح. اوكي وكده يبقى احنا تمام. نبدا نعمله بقى انجكت في البايب لاين بتاع السوفت وير بتاعنا. نروح بقى على البايب لاين بتاعنا ونروح على البروجرام دوت سي اس ونيجي هنا ونستخدم هنا البيلدر دوت سيرفيس دوت ات ترانزيت. ماشي. ونبدا هنا نضيف هنا الاي ايميل سندر. اوكي والكلاس الامبلمنتد منه. ماشي. عشان يبقى جاهز ان هو ايه ينجكت مع بعض ايه الرساله. اوكي احنا دلوقتي خلصنا كل حاجه. تعالى بقى نعمل سيف للبروجكت بتاعنا ونرن وبقى نريجستر بايميل حقيقي. اوكي ونشوف ايه اللي هيحصل. هنيجي هنا نعمل لوج اوت ونعمل ريجستر نيو يوزر وهنا نبدا ندخل ايميل حقيقي وندخل اي باسورد واي فون. ماشي. ونبدا نعمل ريجستريشن. هيقول لك ايه بليش تشيك يور ايميل تو كونفيرم يور اكاونت. زي ما انتم شايفين كده في الميل هتلاقيه بعت لي الرساله ديت كونفيرم يور ايميل. لو دخلت عليها هلاقيه اهوت بيبعت لي رساله يقول لي بليز كونفيرم يور اكاونت باي. طبعا نضغط على الكليك. في مشكلة يبدو فيه في الميل. الميل المفروض ان البارامتر الاولاني مبعوث صح وفي موجود هنا فور دي اند اي ام بي دي فيها غلطة. فتعالوا نشوف كده الميل سيرفر بتاعنا. لو هنا شفنا هنا هنشوف ال HTML body. دي المفروض دي المفروض دي ترو مش فولس عشان يفهم ان دوت HTML body فيقفله على هيئه ال HTML. ونعيد العمليه تاني. يعني هي غلطه بس هي اللي عملت لنا المشكله ديت. اوكي وهنا اهو هنيجي هنا register a new user هندخل ايميل حقيقي وباسورد. اوكي واي فون نمبر. ماشي وندوس register. المفروض ان هو كده ايه بعت رساله للايميل بتاعنا. تعالوا نشيك على الايميل اهو على عكس الايميل الاولاني. شوف جاي بايظ التاني ازاي. الايميل دوت جاي شغال مظبوط. لو دوست ده كليك هير ثانك يو فور كونفيرمينج ايميل. يبقى هي كانت المشكله كلها في الايميل كونفيرم. ماشي وهندوس لوجن نكتب الايميل بتاعنا باسورد بتاعتنا ونعمل لوجن ونلاقي دخل على السيستم بمنتهى السلاسه. يا ريت كده ان احنا نكون انتهينا من الليفل دوت. والحلقه الجايه هنتكلم عن هنعمل ايه في الليفل الاحترافي. يا ريت اللي عنده استفسار من اي نوع سيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو. واتمنى الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه بتمنى لجميع التوفيق. كان معكم مبرمج احمد محمد والى اللقاء في حلقه القادمه ودمتم في رعايه الله وحفظه.